السلام عليكم. دكتور حيدر ناظم محمد، تدريسي في قسم الفلسفة كلية الآداب الجامعة المخصرية. محاضرتنا راح تكون هذا اليوم حول مادة المشكلات الفلسفية لطلبة المرحلة الثالثة في قسم الفلسفة. سوف أبدأ يعني باستعراض المحاورة الأساسية لمادة مشكلات الفلسفية، وتتوزع هذه المادة بطبيعة الحال محور الأول يتناول مفهوم المشكلة والإشكالية والفرق بينهما، ومن ثم نعرج لاحقا على مفهوم الأشكلة، وبالتالي احنا راح نتناولهم في الاشتقاق اللغوي من ناحية اللغوية اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية. هناك أشياء أساسية يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار تتعلق بأهمية هذه المادة. مادة المشكلات الفلسفية تحاول أو تسعى إلى بيان مسألة جوهرية وأساسية تتعلق بكيفية فهمنا لهذا المفهوم للفلسفة نفسها. يعني إذا أردنا أن نبدأ بالمحور الأول اللي ذكرناه، التفرق بين مفهوم المشكلة والإشكالية أساسي وضروري جدا للدخول في تفاصيل ومحاور هذه المادة. المشكلة كما هو معلوم تمثل، إذا أردنا أن نطلق تعريف محدد لهذه المشكلة، لمشكلة معينة أو للمشكلة، هي تعني العائق أو العقبة التي تحول دون بلوغ هدف معين، سواء كانت هذه المشكلة تتعلق بمشكلة الإنسان أو مشكلة الحرية أو مشكلة الفلسفة نفسها أو مشكلة الحياة أو مشكلة الخلقية، مشكلة الموت. كثير من المشكلات هي في إطار الفلسفة تستحق النقاش والوقوف عندها، وجميع هذه المشكلات تتعلق بالإنسان نفسه وتتمحور من خلال الإنسان وتتفصل من خلال الإنسان نفسه. الإشكالية، كثير من الفلاسفة يعرفون الإشكالية، مثلا لويس ألتوسير يأخذ مفهوم الإشكالية يعرفه بأن كونها الإطار النظري العام المنظم لمجموعة من المشكلات. لويس ألتوسير بدوره أخذها من فيلسوف سابق له لاهوتي معروف جاك ماريتان، ووظفها في قراءته لماركس، كارل ماركس، في كتاب المعروف أو دراسة المعروفة عن كارل ماركس. المفصل الأساسي في مفهوم المشكلة، لما عرفنا المشكلة بكونها جزئية، والإشكالية هي إطار عام يضم مجموعة من المشكلات في داخله. هنا راح نبدي نتفرع إلى دراسة المشكلات الأخرى أو المحاور الأخرى داخل مفهوم أو داخل مادة المشكلات الفلسفية. هناك مشكلة الفلسفة، المحور الثاني، المحور الثالث مشكلة الإنسان، المحور الرابع مشكلة الحرية، المحور الخامس مشكلة المشكلة الخلقية. هذه المشكلات جميعها تنضوي تحت إطار عام للإشكالية عامة تقع داخل إطار الفلسفة نفسها، ولكن هذا لا يمكن دراسته إلا عبر حقب تاريخية. بمعنى عندما نريد ندرس مشكلة الفلسفة في تاريخ الفلسفة اليونانية بصورة عامة، وتحديدا نتحدث أو نبدأ مع طاليس إلى ظهور السوفسطائية، هنالك باعتقادنا كما نعتقد إشكالية عامة سيطرت على التفكير الفلسفي منذ طاليس إلى ظهور السوفسطائية. وهذا الفهم اللي أتحدث عنه، أنه نحاول نبني أو نقرأ تاريخ الفلسفة وفق مفهوم القطيعة المعرفية مهم جدا ويحتاج إلى نوع من الالتفات. القضية الأولى، مفهوم الإشكالية أو مفهوم القطيعة المعرفية هو مفهوم جاء به جاستون باشلار، فيلسوف علم وفيلسوف جمال معروف، وهذا المفهوم طبقه على في دراسة لتاريخ العلم. يعني حتى باشلار نفسه يصرح في واحدة من تصريحاته، يقول أنا طبقت هذا المفهوم في دراستي للعلوم الصرفة، الفيزياء والكيمياء والعلوم الأخرى الصرفة، ولكنني لا أعلم. والكلام لباشلار يقول أنني لا أعلم هل بإمكان تطبيق هذا المفهوم في مجال العلوم الإنسانية. طبعا صار انزياح هنا. انزياح أين حدث؟ حدث أنه حاول بعض الفلاسفة
وأعتقد برأيي شخصي متواضع نجحوا في تطبيق هذا المفهوم وسحبه من مجال تطبيقاته في علوم الصرفة ووضعه في مجال الفلسفة وتاريخ الفلسفة تحديدا. وبالتالي لما ندرس الحقبة التاريخية معينة في تناول هذه المشكلات اللي ذكرناها آنفا يجب أن نضع في أذهاننا أو في اعتباراتنا هذا الفهم. بمعنى من ظهور طاليس اللي أغلب المؤرخين وأغلب الفلاسفة يقولون ويتفقون أن طاليس هو أول من تفلسف بمقولته الشهيرة التي أطلقها التي قال فيها أن الأصل الماء هو أصل الوجود. حاول يفهم أو يجمع هذا التكثر الموجود في العالم الطبيعي ويرجعه إلى أصل واحد الذي هو الماء. جاء بعده فلاسفة معروفين من أنكسيمانس أناكسيمندريس وفلاسفة آخرين كثر، كل واحد كان إلى رأيه في محاورته يفسر أصل الوجود أنه ما هو أصل الوجود. واحد قال الهواء، واحد قال الأبيرون أو الكلي، واحد قال اللوغوس، واحد قال النوس، مفاهيم كثيرة. لكن هاي المفاهيم كلها اللي قال أجوا بها الفلاسفة من طاليس إلى ظهور السوفسطائية كانت كلها تشتغل في إطار واحد، يعني كلها تشتغل في منظومة واحدة لا يمكن أن تخرج عن هذه المنظومة. هذه المنظومة من ممكن أن نسميها بإشكالية الوجود برأينا. طبعا إشكالية الوجود معنى شنو؟ أن هذه الإشكالية العامة، إحنا مو قلنا الإشكالية هي الإطار العام ونظم مجموعة من المشكلات، هي تضم مجموعة من المشكلات من المشكل ممكن اعتبار الماء هو مشكلة بحد ذاتها طرحها طاليس، الأبيرون هو مشكلة، اللوغوس هو مشكلة، النوس هو مشكلة، الصيرورة هي مشكلة. كل هذه مجموعة المشكلات تشتغل داخل إطار الإشكالية العامة لإشكالية الوجود، هي محاولة معرفة أصل الوجود أو إشكالية أصل الوجود. عند وصولها للسوفسطائية، السوفسطائية أحدثوا قطيعة. يعني إحنا هنا إذا ندرس تاريخ الفلسفة اليونانية راح نلاحظ أنه عبارة عن حقب تاريخية، كل حقبة تمثل دائرة مستقلة بحد ذاتها، يعني دائرة هذه مستقلة ثم يصبح قطع جديد أحدثه فيلسوف أو اتجاه معين مثل السوفسطائية مثلا كمثال نحن نتحدث عنه، أحدثوا قطيعة تامة مع الإشكالية السابقة اللي هي قلنا إشكالية الوجود. كيف حدث هذه القطيعة؟ القطيعة تشترط وجود أنه هذه الإشكالية السابقة، فلاسفة السابقين لم يقدموا إجابات شافية ووافية للأسئلة التي طرحوها. وطبعا جميع يعلم أن الفلسفة إنما تتقوم وتتقوم من خلال من؟ من خلال مفهوم التساؤل. لا يوجد هنالك فلسفة إذا لم يوجد هنالك تساؤل، وتشترط التساؤل الفلسفي. هذا بحث آخر لا أريد أن أخوض فيه، أن موضوع اليوم أريد أحاول أفصل هذه المحاور على ما يسعفنا به الوقت. عندما جاء السوفسطائية قالوا يعني كأنما أردوا أن يقولوا أن الفلاسفة السابقين طرحوا أسئلة ولم يقدموا لنا إجابة وافية وشافية لقضية أصل الوجود. فبالتالي إحنا لماذا نتناول هذه القضية وقد طرحت حولها أسئلة ولم تكن هناك جواب قادر على تقديم شيء من القناعة اللي يرتكس حولها الذهن البشري؟ فبالتالي حولوا مجال التساؤل من مجال الطبيعة ومجال الوجود بصورة عامة وأصل الوجود إلى الإنسان، فحدث قطيعة هنا، قطيعة بين تفكير ما قبل السوفسطائية والتفكير ما بعد أو في حقبة السوفسطائية. أصبح الإنسان، يعني نقدر نقول أنه التفكير السوفسطائي أو الفلسفة السوفسطائية بوجود سقراط طبعا وأفلاطون، وهذا الصراع المعتقد المعروف بين السوفسطائية وسقراط، كان مدار اشتغالهم وإشكاليتهم العامة هي الإنسان، إشكالية الإنسان طبعا. وتفرعت منها مشكلات كثيرة، مشكلة الخير، مشكلة الشر، مشكلة الفضيلة، مشكلة المعرفة، مشكلة السياسة، وتكونت هذه الحقبة. هذه التفكير، نمط التفكير تم اختزاله من خلال أرسطو لاحقا. أرسطو جمع كل الفلسفات السابقة، الإشكالية القبلة والإشكالية اللي قبل إشكالية السوفسطائية، ووحدها في إطار فلسفة كاملة منظمة عبر كتبه المعروفة. فأرسطو كما يعلم الجميع قد احتوى فلاسفة السابقين وعبر عنهم بطريقة ممتازة جدا لا يمكن أن نناقش فيها. طيب، إذن الإطار العام للتفكير في مفهوم مادة المشكلات الفلسفية أنه إحنا لازم نفهم عندما نقرأ التاريخ فلسفة ونقرأ المشكلات عبر تاريخ فلسفة، يعني نمر على مشكلة الإنسان نقرأها عبر تاريخ فلسفة، نمر على مشكلة الحرية نقرأها عبر تاريخ فلسفة. هذه المشكلة نمر عليها وفق هذا المفهوم، مفهوم القطيعة المعرفية. طيب، نرجع لمفهوم الإشكالية العامة.
عندما نقول إشكالية عامة، إنه إشكالية الفلسفة اليونانية كانت في حقبة معينة هي إشكالية الوجود أو أصل الوجود، وإشكالية الأخرى هي ظهرت هي اللي ساهم بها السلسطائيين بدرجة الأساس، وهي إشكالية الإنسان. طيب شنو طبيعة هذه الإشكالية؟ كيف تتكون؟ ما هي شروط الانتقال من إشكالية إلى إشكالية أخرى؟ هذه الأشياء الحب نشرها أيضا على بطريقة سريعة جهد الإمكان والدقيقة. الإشكالية بصورة عامة هي عبارة عن، قلنا عبارة عن إطار منظم، معنى هي حقبة زمنية معينة يسود بها مجموعة من التساؤلات، وجميع المفكرين المنضوين تحت إطار هذه الحقبة، هذه الدائرة، يفكرون وفق برادايم، بمعنى نموذج أو خلينا نقول نظام أو أبستيمي، يعني نظام معرف معين يسيطر على هذه الحقبة، يخلي جميع الناس، جميع المفكرين، جميع المشتغلين في إطار هذه الحقبة يفكرون وفق هذا النموذج، هذا النموذج اللي تم تشكيله وفق خطاطة أو علاقة طبيعة علاقة بين السلطة والمعرفة والمعرفة والسلطة، بلغة فوكو. طبعا ميشيل فوكو فيلسوف فرنسي معاصر مهم جدا، أسهم سامات كبيرة جدا، وله دور كبير في نقل التفكير في التفكير مجال التفكير في الفلسفة من بعد إلى بعد آخر. عندما تم التفكير وفق هذا النموذج، هذا النموذج راح يصل إلى مرحلة من المراحل يتم ما غير قابل على أو غير قادر على تفسير أو الإجابة عن الأسئلة المطروحة في هذه الحقبة، فبالتالي تظهر مشكلات جديدة أو أسئلة هو غير قادرين، الفلاسفة غير قادرين على الإجابة على هذه المشكلات، فبالتالي يلجؤون، تبدأ مراحل التخلخل داخل هذه الحقبة، تظهر تساؤلات من نوع جيل جديد، يتم التشكيك بهذا النموذج السائد سابقا، يعني البارادايم والنظام المعرفي اللي ذكرناه، التشكيك به من قبل فلاسفة جدد آخرين، فتتم الإطاحة بهذا النموذج ويتم استبداله بنموذج أو بارادايم من نوع جديد، وتظهر إشكالية من نوع جديد. وبالتالي هنا القطيع الإشكالية كأنما أو القطيعة المعرفية تؤسس الإشكالية أو الإشكالية تؤسس القطيعة، يعني هناك علاقة تواشج بين مفهوم القطيعة المعرفية من جهة ومفهوم الإشكالية من جهة أخرى، أي أيهما يؤسس للآخر أو أيهما يؤسس للآخر أكثر من الثاني. هذه الطلع العام للتفكير في مفهوم الإشكالية أو إشكالية الفلسفة. طبعا نمر على إشكالية الفلسفة، التساؤلات الأساسية اللي بيها عبر التاريخ، نمر على الفلسفة اليونانية، نمر على فلسفة على أرسطو، بعد أرسطو فلسفة بعد أرسطو، يعني الرواقية الأبيقورية والشكاك، ومن ثم ننتقل إلى العصور الوسيطة. العصور الوسيطة بطبيعة الحال أكو بيها شقين معروفة تاريخيا، شق الفلسفة الإسلامية وشق الفلسفة المسيحية. شق الفلسفة الإسلامية عبر عن فلاسفة الكبار، يعني الفارابي ابن سينا والكندي سابقا قبلهم، وابن رشد وابن باجة وابن طفيل. الفلسفة المسيحية أيضا في عبر أقطاب الرئيسيين اللي هم القديس أغسطين ومن ثم المسلم وتوم الأكويني، وكل واحد من هؤلاء يمثل خط داخل الفلسفة، أما ينتمي إلى أفلاطون أو ينتمي إلى أرسطو. كل هذه التحقيب ننتقل بعدها، كل هذا التحقيب طبعا يسير وفق الخطاط اللي ذكرناها البداية، يعني احنا نفهم ان التفكير داخل الاشكالية مثلا العامة داخل في العصور الوسيطة راح نقول انه هي اشكالية، شنو اشكالية العلاقة بين العقل والنقل، بين الفلسفة ومقررات العقل ومقررات الفلسفة ومقررات الوحي. يعني كانت نمط التفكير السائد في العصور الوسيطة هو كما يعلم الجميع هو التفكير في الالهي، يعني حضور الكنيسة كان طاغي جدا عليها، وتم تغييب الفلسفة قبالة حضور تعاليم الديانة المسيحية، حتى أن الديانة المسيحية كما يعلم الجميع تحالفت مع السلطة المعرفية، وأصبحت الفلسفة لا تقول إلا الأشياء التي تسمح لها تسمح بها الكنيسة أو السلطة السياسية السائدة آنذاك. فهناك أشياء كثيرة منعت وحرمت تحت عنوان أنها كفر أو زندقة أو ما شابه ذلك، سواء في الفلسفة المسيحية أو الفلسفة الإسلامية. يعني نموذج الفلسفة المسيحية محاكم التفتيش سيئة الصيت كما نعلم الجميع، يعلم الجميع، وفي إطار الفلسفة الإسلامية كان التفكير يعني ما كان ماخذ مساحة من الحرية كما يعتقد، يعني مثلا مسائل التكفير بن صالح الشهرزوري وابن تيمية وتكفير من تمنطقة فقد تزندق، وظهور الحركات التكفيرية اللاحقة اللي نعيش إرهاصاتها اليوم في واقعنا المعاصر. سيطرت هذه الإشكالية داخل إطار الفلسفة المسيحية أو حتى الإسلامية، إشكالية العلاقة بين
مقررات الوحي والعقل اللي يمثل الفلسفة. انتكست هاي الإشكالية بعد ظهور حركات الإصلاح الديني وعصور النهضة في أوروبا. جاءت الفلسفة الحديثة، والجميع يعلم والجميع يتفق أن ديكارت هو رائد فلسفة الحداثة، معنى ديكارت هو أول فيلسوف استطاع أن يحدث قطيعة مع التفكير في العصور الوسيطة، وأسس لفترة جديدة من النوع ونوع جديد من التفكير اللي عرف لاحقا بالفلسفة الحديثة. كيف استطاع ديكارت أن يحدث هذه القطيعة؟ يعني سؤال طبعا يحتاج إلى إجابة مسهبة، لكن أنا أحاول جد الإمكان أختزل بها. ببساطة ديكارت أعاد الاعتبار للعقل الإنساني، وحاول أن يسخر يعني استخدام العقل أو إعمال العقل في الطبيعة لخدمة الإنسان، معنى تسخير الطبيعة لخدمة الإنسان من خلال العقل، وكتابه الشهير المعروف مقال في المنهج أو مقال في الطريقة حسب الترجمة، هو الكتاب الأول الذي يدعو فيه بكل صراحة إلى توظيف العقل عبر الملاحظة وبناء فرضية معينة والملاحظة واستخراج القوانين لخدمة الإنسان، بالتالي توظيف الطبيعة لخدمة الإنسان. هنا طبعا تطور الفلسفة الحديثة، أصبحت إشكاليتها ممكن واحد يسأل من إخواننا من الطلبة من زملائنا الطلبة أحبائنا الطلبة يسأل سؤال بسيط يقول مثلا يعني ما هي إشكالية الفلسفة الحديثة؟ إشكالية الفلسفة الحديثة ببساطة هي إشكالية العقل، العقل من العقل فلسفة الحداثة بصورة عامة. طبعا من أقول الحداثة أقصد هو الإطار النظري الثقافي المناخ الثقافي العام اللي يتحكم بسيرورات أو عمل واشتغال الفلاسفة في العصور الحديثة. فلسفة الحداثة كانت ترتكز على مفهوم العقل، وكل شيء يخالف العقل يتم إقصاء أو يتم تهميشه، وبالتالي العقل أصبح مركز أساس كل المشكلات التي تثار في هذه المرحلة، هي ترجع إلى قضايا من تصب في هذا المركز الأساسي الإشكالية العامة. كل المشكلات خرجت من عنده هي مشكلات متعلقة بالعقل أو متصلة بالعقل تتفق أو تختلف معه. استمرت هذه الإشكالية بصورة عامة أو إشكالية العقل في الفلسفة الحديثة، أضافت كشوفات كبيرة طبعا كما يعلم الجميع، إضافات كوبرنيكوس وكوبلر وغاليلو أسهمت إسهام كبير، بل زودت ديكارت بحافز قوي جدا لكي يقول قولته فيما يتعلق بقدرة العقل البشري على توظيف الطبيعة لخدمة الإنسان نفسه. وهذا ما حدث، كانت شعارات الأساسية للفلسفة الحديثة هي شعار التقدم والفلسفة الحداثة عفوا، الشعارات الأساسية هي شعار الحرية والتقدم، تقدم الإنسان وحرية الإنسان والليبرالية والتعدد فصل بين السلطات و المجتمع المدني وما شكل ذلك حتى في السياسة وفي الاجتماع وفي الجغرافيا وفي العلوم جميعا. هذا هو الإطار العام للمادة اللي ندرسها. طبعا المحاور الأخرى يعني محور مثلا محور أو مشكلة الإنسان، مشكلة الحرية، مشكلة المشكلة الإخلاقية، طبعا في داخل كل واحد من ذلك المشكلات هناك تفاصيل أخرى كثيرة يعني نسميها مشكلات أيضا، مثل مشكلة الموت، مشكلة الحرية وعلاقتها بالممارسة السياسية وعلاقتها بالسلطة وعلاقتها بطبيعة نظم الحكم الموجود داخل الإطار. ذلك هي مشكلة يعني مادة المشكلات واحدة من الأشياء الأساسية اللي ربما تكون عائق أمام كثير من الطلبة، إنه هي بيها نوع من التشعب. نحاول جهد الإمكان إحنا نلم كل هاي الإشكالات في رسم خطوط عامة لمسيرة هذه المشكلات واشتغالها داخل إشكاليات العامة. مشكلة الإنسان هي مشكلة أساسية، طبعا هناك تواشج أساسي الكثير من الطلبة يغفلوا عنه رغم تأكيدنا على القضية هذه، أن كل كلامنا في هذه المادة أو في غيرها من المواد بصورة عامة، كل العلوم في هذا العالم، كل الحضارة كلها بنيت على أساس وجود هذا الكائن البشري. هذا الكائن البشري عندما تكلم بكلمة واحدة، عندما نطق، عندما تفكر في هذا العالم الخارجي، بنيت الحضارة وكان الإنسان، كانت الحضارة الإنسانية بصورة عامة. فبالتالي عندما نتحدث عن مشكلة الإنسان هي ليست معزلة عن مشكلة الفلسفة، لأن مشكلة الفلسفة لا يمكن أن تكون إلا بوجود الإنسان. مشكلة الموت لا يمكن فصلها عن الكائن البشري، مشكلة الحرية لا يمكن فصلها عن الكائن البشري، يعني الحرية هو لا يمكن أن يتمتع بها أي كائن آخر غير الكائن البشري، يعني هو الوحيد القادر على التعبير عن هذه المشكلة.
وهو الوحيد القادر على قول الأشياء في العالم الخارجي. وبالتالي كل محور حديثنا في مادة المشكلة الفلسفية هو حول هذا الكائن البشري، هو حول الإنسان. بالتالي الإنسان هو يعتبر محور الأساسي في منظومتنا اللي نشتغل عليه داخل مادة المشكلات الفلسفية. هذا كل الإطار العام اللي ممكن أتحدث عنه في مادة المشكلات التي تتسم بناء من التداخل والتواشج، وتحتاج في الحقيقة إلى وقت أكثر حتى ممكن نسهب أكثر إسهابا يعني في التفاصيل العامة التي ذكرناها سابقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.